عليكم يا أوتاد. السلام عليكم يا أوتاد. السلام عليكم يا أبدان. السلام عليكم يا لقباء. السلام عليكم يا لقباء. السلام عليكم يا نجباء. السلام عليكم يا نجباء. السلام عليكم يا أماني. السلام عليكم يا ستار. السلام عليكم يا ستار. السلام عليك يا شيخ عبد القادر الجيلاني. السلام عليك يا السلام عليك يا صاحب رتيب العدروس. السلام عليك يا راتب رتيب العدروس. للحبيب عبد الله. للحبيب عبد الله. من أبي بكر العدروس. حفظ الظاهر والباطن والنفس والأرض والأولاد والمال والدين والدنيا وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة النبي إبراهيم عليه السلام ببركة زمزم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة نبي الله ذي العهد العباس بل يمد الملكان ونبي الله إلياس عليهما السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ولكل وشابك وذيك وإلى أرواح من سيدنا آدم ومن سيدتنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبغرها خصوصا إلى حضرة قطب ربان سيدنا شمس القادر الجيلان والأهل الحسين بن أبي بكر عليه الصلاة والسلام وسيد الشافعي حسن سدلي وشافعي عبد الله محمد محمد بن يوسف السنوسي وسيد محمد حق النجيني وشمر القرطبي وشمر المغربي وسيد سر المكي وشم دين نوري وشم عبد الوهاب التازي قدس الله أسرارهم ونفعنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجميع الإسلام بهم وببركتهم وبكرامتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى بالمشارك والمغارب وما شهينا من شمس المغرب وصوصا الى حضره الشيخ الشريف بن عبد الله الدربان بن زيمان الدين واشرف ذو الملك بن جهان ومن صوفا حسن بندان واشرف يتم ياتي سلاه ومن اساس من سلا البندوري ومحمد القرطبي البندوري وابو يتم ياتي سلام واشرف جلد من عبد المجيد لمبق وشروان قدوس احمد بشير قدوس واشرف عبد الحنان كثيري وكاجر اسرا بقر وكاجر سراج الدين بقر ومن احوي بقر وأمجب سيف الدين جانجر وشجر عمر بصر المكج مسلوك جاميس رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وبكرامتهم وبعلوم وبتعليماتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصوصا الرشي وشينا بيزر جريج وصوصا الرشي شينا أبي أوجي ترتوسي بن أبي أدم يدي وصوصا شينا وسينا أبي أسانجي وصوصا أبي أبو ستامي جساندري وصوصا الرأي من أوزوت كنينان وصوصا الرأي جميع مشايخنا مما صوي فدرنجا وصوصا وشيكنا وصوصا الروس أن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركة وصالهم وأنوارهم وعلمهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصوصا إلى وصوصا جميع أهل القبور الصالحين
صوابي الحاجة في هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر
اللهم اجرنا من غير ضرر واغننا من غير بضار. يا الله سلامتك لك من دايزك لفتك دبر لك ميكك يا انت الباحث السهام. يا الله اللهم اجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير ابتلاء. يا الله سلامتك لك من رزقك لمن جنى ذكرنا كميكك يا انت الباق جيان. اللهم ارزقنا من العقول اوفارها ومن الادمان اصفاها. يا الله افرغ لنا كميك زنبرنا العقال فجر ليها نهتي. ومن الاعمال يزكى ومن الاخلاق طيابها. يا الله افرغ لنا كميك لبان عمل ينبغي كلبان اخلاق يا مليا. ومن الارزاق اجزالها ومن العافيه اكمالها. يا الله افرغ لك من رزقي ملبانا كصحتك يا مسكرنا. يا الله افرغ لك من رزقي ملبانا كصحتك يا مسكرنا. ومن الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها. يا الله افرغ لك من كبيك الدنيا لك نعمه اخيرتنا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله اغفر لنا دوس دوس فمي دوس ايبو بابا كامي. يا الله سيغني لك دوار انت وكامي سبقي انا مريكت لا من يغني كامي. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله ampuni dosa ibu dan bapa kami. Ya Allah sehatkanlah badan kedua orang tua kami. Ya Allah angkatlah derajat kedua orang tua kami. Ya Allah berikanlah kemudahan kedua orang tua kami. Ya Allah sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى رؤيا سيدنا المهاجر إلى عمر بن عيسى وسلفه المقدم آل محمد بن علي وعلى رسولهما وقرائهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين. ثم إلى رأي إمام ألف الغيار واسم إمام علي الغيار واسم محمد بن علي مولى الدويلة واسم الإمام عبد الرحمن بن محمد الشقافي بعلاوي. ثم إلى الرأي أولادهم الحبيب الإمام أبي بكر الصبران واسم الحبيب الإمام عمر المهضار والحبيب الإمام عبد الله وإخوان مولاتهم وذرياتهم. ثم إلى روح الحبيب الإمام علي بن بكر الصبران. ثم إلى روح زمن الرفاعي وزمن البدر وسلطان الأولياء شهد القادر الجلالي وأولادهم وذرياتهم. أن الله ينفعنا من بركاتهم أمين وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى صيغة بسلطان الملا وإمام الأولياء وغوث أكابر شمس سلطان الله العالم بالله الحبيب الإمام عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر. أن الله ينفعنا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
وإخوانهم على بماله ولد الشيوان الغني أبو حسين وجامير سلسلة الإدروسية وسادات معرفني على محبهم ثم إلى أرواح أوليائنا والشهداء والمجاهدون في سبيل الله أين محل ذكر من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح والدين ووالديكم أمهات المشين في الدين وجميع أرواح الصالحين والصالحات أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاهتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين أبي بكر بن سالم ولم أكل بن سالم وإخوانهم وأصدادهم وفراهم ثم إلى روح الحبيب أحمد بن محمد الحبسي مولى الشعب والحبيب أبد رمان بن محمد الجبري مولى التاريخ ثم إلى